كل شيء كيسول اش وقع في اسبانيا مع رئيس الحكومه الاسبانيه بيدرو سانشيز، واش بصح بيدرو سانشيز غادي يقدم الاستقاله ديالو، وعلاش غادي يقدم الاستقاله ديالو، اش وقع بالضبط. انا في هذا الفيديو نحاول نجاوب على هذا السؤال هذا ونوضح للناس اش وقع بالضبط في اسبانيا. قبل ما نجاوبكم على السؤال هذا ونعطيكم تحليل الاحداث اللي وقع لحد الساعه، غنخليكم واحد التقرير صغير كيتكلم على هادشي اللي وقع بالاسبانيا، ونرجع معكم باش نحلل لكم ونعطيكم كل شيء بالتفاصيل تفهموا الموضوع وما فيه. فقط اقل من دقيقه غتشوفوا هذا المقطع هذا وغنرجع معكم دابا نيت. اذا درتي لايك اكون شاكرا لك. شوف ونرجع معك دابا نيت. بيدرو سانشيز كانسيلا سو اجندا بوبليكا بارا ريفلكسيونار سي رينونسيا او كونتينوا على الفرنتي ديال الاكزيكوتيفو، اونا ديسيسيون كي كومونيكارا ال بروكسيمو لونيس 29 دي ابريل. El presidente del gobierno ha publicado una carta a la ciudadanía en la red social X después de que un juzgado de Madrid abriera una investigación contra su esposa, Begoña Gómez, por supuesta comisión de delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, tras la denuncia del sindicato de ultraderecha Manos Limpias. السلام عليكم وتحية طيبة للجميع أينما كنتم، مرحبا بكم معي جديد. كما سمعت التقرير الصغير أنا هنا باش نوضح لكم بالضبط أش وقع. اللي وقع سيدي هو أن بيدرو سانشيز الزوجة ديالو بيغونيا متهومة بتهم ثقيلة وثقيلة جدا. وشكون اللي تهم هاد الزوجة ديال بيدرو سانشيز وشنو هي هاد النوع ديال التهم اللي تهموها بها؟ كاين واحد الأورغانيزاسيون ديال الألترا دريتشاس ديال الأحزاب اليمينية المتطرفة اللي هي مسمية راسها مانوس ليمبياس، يعني أيادي نقية، كتقلب على الا كان شي واحد دار شي حاجه ديال الفساد ولا سرق ولا دار شي خطا مثلا، ولا كتديكلاري به. اللي وقع هو ان امراه ديال بيدرو سانشيز، زوجة ديال بيدرو سانشيز، تهموها بجوج ديال التهم ثقيله وثقيله جدا. وهذه المره هذه لاول مره في اسبانيا كتفتح تحقيق مع زوجة رئيس الحكومه بصفه عامه. الحكومات كامله اللي دازوا هنا في اسبانيا ما عمر ما تفتح شي تحقيق مع الزوجة ديال رئيس الحكومه. هذه أول مرة كيتفتح تحقيق رسمي مع الزوجة ديال رئيس الحكومة، وهذه المرة هذه تذكر في الزوجة ديال بيدرو سانشيز. أشن هي التهم اللي تهموها بها اللي ثقيلة وثقيلة بزاف؟ كاينة جوج ديال التهم كما قلنا، كاينة ترافيكو دي انفلونسياس، والتهمة الثانية كوربسيون إن لوس نيغوسيوس. التهمة الأولى ترافيكو دي انفلونسياس المعنى ديالها هو استغلال النفوذ، والكوربسيون إن لوس نيغوسيوس المعنى ديالها هو الفساد الفساد في الاعمال التجاريه والمشاريع وداك الشيء كامل، يعني متهومه بالفساد ومتهومه باستغلال النفوذ. جوج ديال التهم ثقيله تحطات على الزوجه ديال رئيس بيدرو سانشيز رئيس الحكومه الاسبانيه. طبعا بيدرو سانشيز هذا الامر هذا ما تسرطلوش نهائيا، واول مره كيكون سانشيز غاضب بواحد الدرجه كبيره اللي ما تصوروش درجه الغضب اللي كان عليها بيدرو سانشيز، بحال هذه اللقطه اللي غنتقاسم معكم دابا. Después de las noticias que he conocido, a pesar de todo, sigo creyendo en la justicia de mi país. El presidente apretaba la mandíbula y no podía disimular cómo le afectaba enterarse de esa noticia. طبعا كما شفتوا الرياكسيون ديال بيدرو سانشيز، الغضب ديالو كان غضب كبير على هذا الموقف هذا اللي طاح فيه مع الزوجه ديالو. لحد الساعه واش الزوجه ديال بيدرو سانشيز بارئه؟ واش هي تهم باطله؟ واش هادشي كامل؟ لحد الساعه حتى شي واحد ما يقدر يعطيك شي حاجه. اللي كنعرفوا لحد الساعه هو ان الخويس ديال مدريد، القاضي اللي كاين في المحكمه ديال مدريد، فتح تحقيق مع الزوجه ديال بيدرو سانشيز اللي هي متهمه بالتهم هذه. هادشي اللي كنتكلموا عليه واللي كنتقاسم معكم دابا، بيدرو سانشيز ما تسرطاتلوش، وقال بانه مستهدف من طرف هذه الاحزاب هذه، وبانه بحكم انه اوليمبيو ما كيدرتيش حاجه خايبه باغيين فيه الخدمه وباغيينها في الزوجه ديالو، انه الزوجه ديالو ما دايرش هادشي هذا وما كتستغلش النفوذ وما عندها شي حاجه عندها يد مولا تخف فساد نهائيا. بيدرو سانشيز كينفي ان الزوجه ديالو متهمه بشي حاجه بحال هكا اولا عملت شي حاجه بحال هكا، وعنده كما كيقول ثقه في القضاء الاسباني انه غادي ينصف الزوجه ديالو. حتى واحد ما يقدر ياكد ولا ينفي الا العداله الاسبانيه. لحد الساعه العداله الاسبانيه هي اللي تقول الكلمه ديالها وتبين هادشي هذا بالصح ولا كذوب. بصفه عامه سواء بيدرو سانشيز الاعضاء اللي في الحزب ديالو وزراء اللي معاه كل شيء كيقول بان هاد التهم هذه اللي متهومه بهم الزوجه ديال بيدرو سانشيز باطله وما عند لا السلام الصحه وما كاين حتى شي دليل قاطع اللي كيثبت ان الزوجه ديال بيدرو سانشيز حاطه يدها في شي حاجه بحال هكا. ولكن هذه فقط كتبقى دفاعات اللي كيدافع على بيدرو سانشيز. كما قلنا ما تقدر لا تاكد الخبر ولا تنفيه، لان الوحيد اللي غياكد هذا الشيء هذا هو القاضي، اما غيبرئها واما غادي تكون تهم، يعني اذا كان دلائل عليها غادي تكون تهم اللي غتنفذ في حقها. بيدرو سانشيز الرياكسيون ديالو طبعا هذا الحال ما رضاش بهذا الشيء اللي وقع وسخط بزاف، والغضب ديالو كان داين بواحد الدرجه كبيره، ما كانش كيتصور انه يطيح في موقف بحال هذا.
الغاء الاخندة ديال هاد السيمانه هذه كامل الغاء، يعني كانت عند واحد الزياره لكاتالونيا وداك الشيء كامل، هاد السيمانه هذه كامل الغاء الاخندة ديالو، يعني الاجندة ديالو السيمانه الغاها، وكيقول بان نهار الاثنين ربما غادي يقدم الاستقاله ديالو من الحكومه الاسبانيه. واذا قدم بيدرو سانشيز الاستقاله ديالو من الحكومه الاسبانيه فهاد الحاله غادي تكون كنظن انتخابات استثنائيه باش غيتعين رئيس حكومه اخر جديد، يعلم الله شكون غادي يطلع لنا واش بين حزب غادي يطلع لنا. يعني انا كنتخيل ان ربما هذه كامله امور حاول انهم يلفقوها للزوجه ديال سانشيز باش انهم يطيحوه، حيت سانشيز ما لقاو من يدوزولو بحكم الولايه الاولى والولايه الثانيه، مجموعه من الامور كان باين ان شي حاجه ما غاتمشيش هي هذيك في هذه الولايه هذه، خاصه التحالف ديالو الاخير اللي كان مع الاحزاب الكاتالونيه. طبعا التحالف ديالو الاخير بزاف ديال الناس خاصه الاحزاب اليمينيه والمين المتطرفه اللي كانت معارضه وبشده على الموقف ديال سانشيز والتحالف ديالو مع الاحزاب الكاتالونيه. وبطبيعه الحال القانون اللي خرج واللي سمح لهذيك الانتهاكات كامل ديك الكاتالانيين، الانتهاكات اللي كانوا عملوه في ذاك الوقت اللي كانوا داروا ديك المظاهره يعني كيطالبوا بالاستقلال وداك الشيء كامل، يعني خرج يعني قانون كي برأهم هذا الشيء كامل. هذا الشيء هذا والتحالف ديالو مع الاحزاب هذه خلى ان يوقع في اسبانيا واحد الغليان اللي هو كبير بين الشعب الاسباني بين المعارضين وبين اللي هما مع سانشيز، بحال بغيتي تقول اسبانيا تقسمت على جوج. اذا دابا الحاله اللي وصلنا لها هو ان وصلنا قضيه فيها تهمه ثقيله، فيها استغلال النفوذ، فيها الفساد في التجاره في الاعمال في النيغوسيوس. يعني ما عرفتش، ما نقدرش نسجم حتى شي حاجه نهائيا، لان انا ماشي قاضي وانا ماشي مع سانشيز ولا مع الالتردريتا ولا مع حتى شي واحد، حنا مع الحق. سانشيز ديالنا وعزيز علينا وكنعرفوه بطبيعه الحال، عندنا علاقه معاه مزيانه خاصه العلاقه ديالو الاخيره مع المغرب، العلاقه ديالو مع المهاجرين بصفه عامه. يعني سانشيز كنشوفوا حنايا رئيس مناسب صراحه مقارنه مع اللي كاينه، كيبقى الافضل هو سانشيز مقارنه مع الاخرين باش نكونوا واقعيين. بالنسبه لينا حنايا مقارنه مع اللي كاين سانشيز كيبقى هو الافضل، ولكن حنا نقولوا حتى نعياو ولا نخطوا ولا نهندسوا حتى نعياو اخر المطاف، ماشي حنا اللي نقولوا الكلمه ديالنا، العداله هي اللي تقول الكلمه ديالنا. وهنا نهار الاثنين غادي نشوفوا القرار الاخير ديال سانشيز واش غيتنفذ ولا لا. وطبعاً حنا مع بعضياتنا دائما باش كنتقاسموا كل جديد في كل ما يخص الاخبار ديال اسبانيا، ان شاء الله غادي نتقاسموا معكم بالتفاصيل اش وقع بالضبط هنا في اسبانيا. اذا هذا هو الجواب على السؤال ديال اش وقع مع بيدرو سانشيز لحد الساعه، والناس اللي كتسول، ولقيت بزاف ديال الاسئله كيدراسلوا للناس في المواقع ديال التواصل ديالي او على الواتساب او شي حاجه بحال هكا. المهم حاولت ما امكن نجاوب على السؤال هذا باش نوضحوا هذه النقطه هذه للمشاهدين ديالنا الكرام اللي كيتابعونا. اذا الفيديو كيتسال هنا الاخوان، نتمنى تكون وضحت لكم كل شيء، خلي معك واحد لايك اذا شتي يستحق، بارطاجي المعلومه مع الجميع ان شاء الله، خلي المعلومه توصل لكل شيء. حتى الفيديو القادم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.